كابتن شريف، كنت بتكلم على المرحلة الصعبة في نهاية الموسم، وزي ما احنا شايفين الصراع شرس جدا، ازداد شراسة بعد خسارة النقطتين ماتش الإسماعيلي اللي فات. ولكن في الفترة ديت احنا يعني أحوج ما نكون لدعم ومساندة جماهير النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن. احنا مش عارف الناس عايزة ايه، يعني اللعيبة دي من شهر 8 اللي فات لغاية دلوقتي اشتركت في كل البطولات، خدتها وجابوا لنا ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية، وكسبوا بالميراس فرقة من البرازيلية، خدت بالك، مصنفة تصنيف عالمي، وعليهم ضغوط نفسية، بيلعبوا كل 72 ساعة ماتش، ده غير السفر وغير الرجوع غير الإصابات غير الكورونا، وفي سوبر افريقي، وفي سوبر افريقي، وكاس مصر، كاس مصر، وافريقيا تاني، وعلى المحافل الدوليه على طول، ونمره واحد في كل الترشيحات والسكور وكل حاجه. كنا بنتكلم انا وانت وبلال دلوقتي، احنا ازاي يخش فينا كل ماتش جول، مصيبه عندنا لو تعادلنا ماتش. الدنيا اتقلبت وراحت على اللعيبه، كلنا خارجين من ماتش الاسماعيلي كرة كده، بيجي لك حاله ارهاق، بيجي لك حاله التعب، بيخليك فيه عدم تركيز، الحظ زي ما انت شفت، خلي بالك وانت كنت كويس، لا كويس، وانت الماتشات اللي تعادلتها وانت ليه، وانت احسن ماتشات لعبتها، ولكن بعض الاخطاء، غير الاخطاء تبقاش كره ماشيه في نهايه الهجمه، توفيق وعدم توفيق، زي انا النهارده الكره جايه لي في خط السته وبحط رجلي في الكوره بتروح رايحه فوق العارضه، وعملها مليون مره، بعد كده اجيبها جون، مش مشكله، بس اليوم ده لعيب عمره ما ضيع ضربه جزاء ويروح حاططها في اي فرقه في العالم، حاططها بره يعني. ففي الناس لازم تبقى عارفه، انا بتمنى لفرقتي الخير كله دايما، انما كمان لما يبقى في يعني بيقع مني تعادلات، بتغلب ماتش، احنا مش متعودين على كده، انما بيبقى في ظروف غصب عنك، حاجه قاهريه. انا مش هكلمك يا اخي عن الفار والحكام، احنا كمان متجاهلينهم، ده فايل لوحده، ده فايل لوحده، احنا بنحارب سوشيال ميديا، بنحارب، بيحقدوا علينا ان احنا بناخد كل البطولات، وبيحقدوا علينا ان احنا عندنا اوضه لبس، وعندنا اداره جيده، وعندنا ناس بتعرف اللي ليها واللي عليها ايه وشغاله، وده من قديم الزمن مش من النهارده بس، صحيح، دستور ثلاث ورقات احنا شغالين عليه دايما بنقول كده. فارجو من الجماهير المحبه والعطوفه على اللاعبين وعلى على اللعبه نفسها، النادي الاهلي نفسه، في كره القدم دي، لا انتوا عارفين وفاهمين اكتر ناس في الدنيا، اللعيبه دي عملت ايه السنه دي، الاداره دي عملت ايه السنه دي، الراجل المدرب اللي جه ده مستر موسيماني ده حقق ايه في احنا كام شهر ده، بقاله كام شهر، من شهر 10 وجه شهر 10 يعني، مفيش حد في العالم قدر يعمل الانجازات دي كلها، فولوينج لفايلر، فايلر الجيد اللي برضه اداره النادي الاهلي اختارته كويس، وياما فاكر يا ايمن ياما هجموه اول ما جه، ايوه، وقالوا عليه مش، طب النهارده يعمل لنا ايه في افريقيا، طب بكره يعمل لنا ايه في الدوري، خلص الدوري قبلها باربع خمس اسابيع، يعني احنا الحمد لله ماشيين زي الفل، وماشيين كما نتمنى، ايوه، وبناخد اتنين افريقيا في اقل من سنه، في شهور، ثمان شهور، بجميع الضغوطات، بجميع المحاف، بتلعب منتخب وبتلعب داخلي وبتلعب افريقيا وبتلعب تصفيات بتروح تلعب كاس وتروح ترجع كاس عالم، وانت وناس راحت الاولمبياد من عندنا، وماتشاتك كلها متاجله، فالحمد لله على اللي احنا فيه، الفير بلاي اللي احنا بنتمناه، انا براهن لك لو في فير بلاي ان شاء الله النادي الاهلي دايما هو اللي في المقدمه وهو صاحب البطولات كلها ان شاء الله، باذن الله، باذن الله.